قرار صحيح، قرار صحيح بالنسبه للمرتزقه، بالنسبه لي انا طغاو، كيتعرضوا لعباد الله، كيدي لهم السلع ديالهم، كيتكرفسوا على الناس، ولاو كيسرقوا صحاب الشاحنات، وهذا الشيء هذا ماشي معقول. والجيش المغربي كنحييوه وكنشكروه من هذا المنبر بان الجيش قام بالعمل ديالو، والوطن راه حنا كاملين ولاد الشعب ولاد الوطن، مغدا ندخلو نمشيو للصحراء ما كاينش المشكل، هنا ما كاينش المشكل عندنا. وهذا القرار هذا قرار المغرب، قرار ناجح، تدخل الجيش قرار مزيان ناجح، وعاش الملك وعاش سيدنا، والمغاربه رجال، والمرتزقه ما عندهمش الحق في الوطن، ما كاينش، ما عندهمش الحق في الوطن ابدا. خصهم يفهموا بان الصحراء ديال المغرب ما ديال حتى واحد، ما ديال الجزائر، ما ديال حتى واحد، الصحراء مغربيه وتبقى مغربيه وعاش محمد السادس. عرفت انا جاني تعطلوا بزاف، زعما خص الموضوع يتحسم، انا هادشي ما كيبان ليا، حيت الموضوع طول اكثر من القياس، ومضروري كل شيء واحد الناس اللي هما صحراويين بصح مضرورين من هذا الموضوع الى زاد طوال، حيت كيعطل حتى تنميه البلاد، سي هذا هو اللي كيبان لي انا. والتدخل صراحه عجبنا البارح، التدخل كان حاسم وبين حتى الضعف ديال هاد البوليزاغو المغاربه، يعني كعجبنا الحال من شفنا ان الجيش المغربي كان حاسم. هذوك الناس راه تحداو الحدود ديالو، هو كان خصهم خصهم شي حاجه اكثر من هاد الشيء هذا اللي غيجرى لهم، على حسب من انت من غادي تولي يعليوا الرايه ديالهم، اذا هادو راه تحداو المغرب، المغرب قادر عليهم، انت وعاش الملك. قرار صحيح هذا بالنسبه للمغرب، قرار صحيح، هما اللي قاموا بالاعتراض في سبيل التنقلات من المغرب لموريتانيا، وهذا انا كنعطي الاولويه للمغرب تدخل لصالح الناس اللي عندها المشاريع ديالها وعندها عند المستندات ديالها في الخارج، على برا في الاتجاه الافريقي والتجاره ديالها، يمكن لهم شي يعملوا هذا التعرض هذا. لا قرار صحيح، الله ينصر والله الله يشافيه. والتدخل الجيش المغربي تدخل حكيم، يعني ان جميع الدول ايدت القرار باستثناء الجزائر، منظمه المؤتمر الاسلامي ايدت ما قام به المغرب، يعني الجامعه العربيه اغلبيه الدول عملوا القنصليات ديالهم في الصحراء، يعني وباقي المستقبل يعني شي حاجه مهمه جايه، يعني النهايه ديال الاطروحه ديال البوليزاريو. لكن ما قلت لك قرار حكيم، يعني المهله ديال 20 يوم يعني تبين للمجتمع الدولي بانه هاد الناس ماشي ديال الحكمه ولا ديال النقاش ولا شي حاجه، وانما ديال القوه، ولا قوه سلميه، والمغرب نجح، وهذا هو اللي بغينا حنايا. بالنسبه للقرار انا بان لي القرار يعني كان صائب، يعني القرار بالنسبه مني كان سلمي، ما كانش فيه يعني دمويه يعني مزيانه، بحال اللي كانت في المسيره الخضراء. والحمد لله، يعني سواء واخا يكون الاعداء ديالنا، انا ضد ديك القضيه ديال الحرب العنف دائما. انا دابا عندي وجهه النظر ديالي، يعني بما انها كانت سلميه يعني الحمد لله، ونتمنى من الله يكون السلم والسلام في اي يعني في العالم كامل. هو تدخل في المحل ديالو، حيت هذا راه تيشكل خطر على السياده المغربيه، واصلا الصحراء مغربيه وتبقى ديما مغربيه، والمثل العربي تيقول لك لا تكن لينا فتعصر ولا تكن صلبا فتكسر، يعني المغرب راه حاول يدير معاهم جميع الحلول السلميه. جهات خارجيه هي اللي كتدعم هذه الميليشيات هذه، واللي هي الهدف ديالها هو زعزعه الاستقرار المغربي. وفي الاخير كنتمنى من الله عز وجل ان ترجع الصحراء بنسبه 100%. اخويا ما تبعش اخبار مزيان، ولكن اخو اللي نقول كمغربي الصحراء مغربيه، وعاش الملك، وفيف لو ماروك فرير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.